شعلات تبردي بهنا رديح الهواء. هذه نمشيها بها الفوق، يعني اللي فوق خالص هاي ضمن العكشعيب اللي فوق، وهذه على الفوق سيبها واحد من العكشعيب بس بتاع الشهيد هاي. عبارة نعمل لا والله. ماشي حاضر. الظبط نزل تحت، لو نار ظبط تحت، هو في شكل برضه، يعني يجيبها عملوا قاعدين هنا تمام الظبط شال، فقربت تحت، إن شاء الله خير، بس ليه هذا المفروض الأرض تفك يا راجل، الأرض حجار يا راجل، حجار جبال زي رملة هذه، الله يكون في العون برضه. يا حسن راح يجي حسن 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 يا فوق الساق عبد الرحمن بس اللي ساق عبد الرحمن وشهير وينها؟ ولاد شهير اللي ساق عبد الشهير تعطيهم اثنين هذا على الاخير. اقول لك الداشه والكوماتس يا اما هذا يا اما هو هذا وهذا بتاع الاخير. قصدك الكسار؟ يا اخي لا. هو في معدات جاب زيادة عن بيع. عندنا كم شغل فيه؟ سنتين كامل. عندنا أربعة ولا خمسة. يا ابني عادي شوف النجاح ولا حاجة. والله ما بيع. ما تأكلتش ليه وكده؟ والله يا ريت تأكل. والله قلت نلبس الكلسون بعد الإيدي جو حار. أنا متأكد والله بتلاقي جو عم ربي خير هذا.